سلام، النهاردة زي ما اتفقنا هنرسم منظر من الشباك بتاع أوضتنا، ودي النهاردة مشاركتي. وبرضو السلسلة دي احنا زي ما احنا مكملين على اننا هنشتغل اعتمادا على المستطيل اللي بنبدأ بيه كل رسم. فنفس الحكاية، أنا هحاول أحدد مستطيلي يديني المنظر بتاعي. للأسف العربية الحمراء اللي كنت بتكلم عليها امبارح هي مشيت، بس في عربيات تانية في الشارع، فأنا هرسم عربية من العربيات دي. هاخد بالي من حاجة وانا برسم منظر في الشارع، لان انا هرسم عربية فليها منظور من الجهة اللي انا بعملها. اللي ما يعرفش يعني ايه منظور او ما رسمش منظور قبل كده، هتلاقوا في 3 فيديوهات بتتكلم على المنظور من اتجاه واحد، لنقطة واحدة والنقطتين والتلاتة، على قناتي هنا. مش فاكرة اذا كنت بتكلم اشرح فيهم ولا لأ، بس انا اعتقد ان حتى لو بالرسم بس الفيديوهات كانت واضحة. المهم ان انا نفس الحكاية، احنا هنا المنظور بتاعي انا اللي انا شايفاه قدامي هو منظور لنقطة واحدة، فانا هعتبر ان في نقطة وهمية موجودة بره الصفحة بتاعتي، لان العربية قريبة مني فمش هينفع انها تتعمل بره. وهنبدأ نقطع من المستطيل بتاعي واحاول احط العربية بتاعتي، هعتبر المنظور اتجاهه من هنا، يعني النقطة بتاعتي في حتة ما هنا. فانا شايفة جنب من الجناب بتاعت العربية كامل، طبعا الحاجة لما بتبعد عننا حجمها بيصغر، ولما بتقرب لنا حجمها بيبقى أكبر. انا مش شايفة العجلة من الناحية التانية، فتمام. ببدأ أحط التفاصيل بتاعتي. وهنا هنحط نضيف الإطار بقى بتاع العجلة، يعني أنا أقصد بالعجلة اللي هو الجزء اللي في المعدن بتاع العربية اللي بيبقى مفرغ كده في جنب العربية. أهي
الشبابيك الجانبية. في باب هنا، في الحتة دي باب تاني، هبدأ أدي ظل ونور في ظل للعربية دي من تحتيها، وفي للإطار ده في جزء معدن في جزء كاوتش، نفس الحكاية هنا. تمام، في الحتة دي مفيش عليها إضاءة فهي تقيلة، فأنا بتقل هنا إن ده فراغ تجويف حوالين العجلة. وفي نفسه هنا العجلة مش باينة قوي تفاصيلها لأن متداري عليها بالعربية نفسها، وهنا نفس الحكاية، بس أنا هنا العجلة دي قريبة مني شوية فأنا شايفة شوية من المعدن بتاعها. هنا أنا شايفة من جوه اللي هو الكنبة اللي ورا، وشايفة في حاجة هنا كده اللي هي بتبقى ورا الكنبة كده، البانول اللي ورا الكنبة الأسود. في إضاءة من فوق بس الجنب ده في الظل تقريبا، الجنب ده كده كله المعدن والإزاز في الظل. أنا شايفة من الزاوية دي على فكرة يعني. بس الإزاز علشان داخل على تجويف أسود أو التجويف مع لهوش إضاءة فمش باين يعني، أغمق كمان. الإزاز اللي هنا شوية جوه في ظل، ما فيش إضاءة جوه فمش باين قوي الدنيا فيها ايه جوه. ده الرقم بتاع العربية، بس في هنا ايه، دي الحتة بتاعة الإضاءة، في هنا اللون ده أغمق من اللي فوقيه يعني. ندي يعني تظليلة كده للون اللي فوق، هي من فوق هي بيضة بس فيها حتت رصاصي، ف ومن الحتت دي برضو حتى لو كان في الظل بس بتبقى أغمق. هنا أغمق لأن نفس الحكاية. في هنا زي تضليعات كده، نازلة على الإضاءة. هنا في ضلاية كده صغننة من البيت، ودي اللوحة بس في ظل في حتة كده مضللة على اللوحة بتاعت أرقام العربية. هنا في حاجة اللي هي المراية اللي موجودة،
ادي محاولة شكل بس ليها كده. ورا العربية دي انا شايفة، انا لسه المستطيل بتاعي اهو موجود، شايفة جزء من الرصيف اللي قدامي، فانا رايحة الاتجاه ده كده كده. انا بحاول اجيب حاجة يعني بالتقريب المنظور اللي قدامي، فهو نقطة المنظور بتاعتنا رايحة للاتجاه ده، فاحنا يعني العربية جاية كده وده جاي عليها، زي ما قلنا ايه همثلها منظور له نقطة واحدة زي قضبان السكة الحديد، دايما بحب امثلها بقضبان السكة الحديد. وفي بعد كده الرصيف نفسه، وفي بعد كده ابواب المحلات اللي قدامي وباب البيت اللي قدامي. في هنا جزء من ثلاجة الحاجة الساقعة، ده باب البيت، باب البيت اللي قدامنا، في حتة اللي تحت مصمطة، بعد كده في حيطة، وفي محل تاني. نمط الظل والنور اللي عليهم، انا بنقل من الطبيعة، بشوف بعناية تمارين العين، وبعدين بعد كده ده في الظل لأن البلكونة اللي فوق مدارية عليه فهو في الظل، فكل النمط ده ظل. ده انا مغمقاه بالزياده لان ده اسمر، ده لونه شويه يعني برتقاني تقريبا، وده ازرق فالازرق اغمق شويه من البرتقاني. الثلاجه بتاعه المنتج المقطع، ده جنب الرصيف، وجنب الرصيف غامق هنا، في نمط ظل البلكونة على الرصيف، هو بالظبط كده احنا بنرسم وبعدين بندي الأنماط بتاعة الظل والنور حسب ما احنا شايفين تأثير الحاجات على بعضها. دي حيطة، فده مستوى على مستوى، البلكونات اللي فوق مدارية بس الشمس جاية من جنب، يعني هي بدأ احنا بدري قوي، احنا الصبح، ففي شمس بس مش بقوة الظهر، يعني مش بقوة الساعة 12. احنا دلوقتي انا بسجل الساعة 8 الصبح تقريبا، ففي شمس بس مش حاجة قوي. دي في حاجة تندة كده هنا على العربية دي، ده النمط بتاع النهاردة. انا مرسمتش الرصيف اللي هنا اللي هو تبعنا فمش مشكلة، بس انا حابة ان انا اعمل اطار للمنظر، عايزة اجيب كأنها زي ما يكون حتة كده عامل زوم في الكوميكس، في فاكرين الكتب بتاعة الاطفال اللي احنا كنا بنقراها زمان ايام ما كان في طفولة سعيدة حقيقة،
ايام ما كنا احنا كمان يعني كان في اطفال، لان الدنيا اختلفت. فده المنظر اللي انا حباه، اللي هو عامل زي الكوميكس كده، وتكتب بقى ثم دخلوا السيارة جميعا، حاجة كده يعني. ايام ما كنا بنجيب مجلات ماجد وسمير وكان في مجلدات كتير، كان الوطن العربي كله تقريبا عنده كتب اطفال رائعة بتربي وبتعلم، وتعلمنا قيم، تدينا معلومات، تدينا ثقافة، ولا تخدش حقنا يعني. دايما كانت بتحترم ان احنا، انا بقدم هنا، انا بضيف اي تفاصيل شايفاها قدامي، بتقدم قيم ليها علاقة بمجتمعاتنا العربية الأصيلة. الحقيقة برضو أنا بشكر كل الناس اللي كانت قايمة على المشروعات بتاعت مجلات الأطفال، ماجد، سمير، كان في مجلات تانية بس أنا مش فاكرة اسمها ايه، كانت بتجيلنا من الخليج بس أنا مش فاكرة اسمها ايه يعني. كان فيها شخصيات لذيذة قوي، وكانت برضو بتدعم تقاليدنا العربية. حتى في مراهقتنا برضو كان في مجلة العربي، وكانت مجلة بتدينا ثقافة، بتدينا، كنا بنسافر مع المجلة دي. رحلة في مجلة. فدي مشاركتي للنهاردة. في غلطات، اكيد في غلطات، انا احب دايما كل حلقة بقول لكم نفس الكلام، ايوه في غلطات وده طبيعي، والنهاردة ده اليوم السادس. ولكن انا فخورة بنفسي ان انا انجزته. احنا لو هنراجع معانا الايام اللي احنا عملناها، احنا بدأنا في فنجان قهوة، بدأنا بفنجان قهوة، وبعدين رسمنا جزء من هدومنا، اوتفيت بتاعنا او اللي احنا هنلبسه النهاردة، رسمنا قميص او بلوزة، وبعدين النوتة والقلم بتاعنا رسمناهم، وبعدين شنطة، وبعدين اكسسوار، والنهاردة احنا بنرسم منظر من الشارع وبنرسمه لايف. فاللي وصل معايا لغاية النهاردة، برافو عليك، كون فخور بنفسك. انا كمان فخورة بنفسي وبيكم، انجزتم. واحنا كل يوم بنتحدى نفسنا، كل واحد يعني بيتحدى نفسه، احنا مش في مقارنة مع بعض، ولا في حد فينا في مقارنة مع التاني بأي صورة من الصور، كل واحد بيتحدى نفسه انه يقدر. ودايما انا احب اقولها كده، لو انا قدرت اعمل ده فانت اكيد تقدر، انت اكيد تقدر. لو عجبكم الحلقات دي، احنا فاضل لنا حلقة بتاعت بكرة، لو عجبتكم الحلقات دي اكتبوا لي في الكومنت، وما تنسوش لو حابين تاخدوا دعم من المجتمع اللي حواليكم، تشيروا على السوشيال ميديا بتاعتكم انجازكم، وانتوا فخورين بيه، وهتلاقوا ناس كتير قوي بتدعمكم. ولو حابين ان انتوا تنضموا ونعمل مجتمع مع بعض لطيف، ينمي مواهبنا وينمي المهارات اللي احنا بنكسبها في حاجة زي كده بسيطة. الحقيقة انا بسمي دي مهارة اخد نفس الصبح، لان انا برسم كنوع من انواع المديتيشن، وده اي حد محتاجه في الزمن اللي احنا فيه ده. فممكن تحطوا لينك اللي انتوا حاطين فيه انجازكم في الكومنت تحت برضو. واشوفكم الحلقة الجاية، وبرافو عليكم، احنا النهاردة اليوم السادس من 7 ايام.
قبل ما اقفل انا نسيت اقول لكم ان احنا بكره ان شاء الله هنرسم نفسنا في المرايه، بس مش هيبقى بورتريه واقعي قوي، هيبقى اشبه للكرتون. تمام، فاحنا بنعلي التحدي من يوم ليوم على فكره، من البدايه دلوقتي، وهقابلكم بكره واكيد هنستمتع، هنبسط معاكم.